صباح الخير يا سيف. صباح الخير، مساء الخير، مشيها كابتن يعني، مش هنقف بقى عند النقط البسيطه صباح دي. صباح الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ في نعمه الحمد لله. رايك النهارده في اداء المنتخب؟ طيب بص، انا ليا وجهه نظر مختلفه. انا فاجئتك؟ لا بالعكس، انا كنت واقع ان هتستنى وانا جاي اتكلم في الماتش وانا جاي اتكلم فيه يعني. انا ليا وجهه نظر مختلفه شويه عن كبات المحللين في القنوات الفضائيه عموما وتايم سبورت. منتخب مصر مش هيقدر يشتغل بالشكل اللي احنا عايزينه، الشكل الهجومي طول 90 دقيقه او الشكل منظم طول 90 دقيقه. هيحصل ترهل في الخطوط بشكل واضح، وهيحصل زي ما حصل النهارده في الكونغو وزي ما حصل في زيمبابوي. انت بتتكلم في فرقتين في المتناول، يعني زيمبابوي اقوى شويه، الكونغو يمكن انت يعني بحكم التاريخ وبحكم السي في باستثناء قبل ما تبقى اسمها زئير، قبل ما تتغير للكونغو يعني وهي زئير، كانت اقوى من كده بكتير. لكن انت بتتكلم في فرقتين متناول. في اسباب يا سيف لتراجع المستوى خاصه في الشوط الثاني. احنا لو مسكنا المنتخب المصري هتلاقي الخمسه المحترفين اللي بيلعبوا لعبوا الماتش اللي فات، الماتش ده تريزيجيه، محمد صلاح، نني، مين تاني يا طارق اللي لعب النهارده؟ لا الماتشين، انا بتكلم على ماتشين. تريزيجيه، محمد المحمدي، صلاح، نني، المحمدي، حجازي، ايوه طارق، حجازي، حامد. لا المحترفين بره. اه اخر مباراه في الدوريات الاوروبا باستثناء محمد صلاح يوم 24 مايو، من 24 ل 26 هم مخلصين دوري بتاعهم، من 24 في 24 وفي ناس خلصت 26 وكده، اخر ماتش ليهم في الدوري بتاعهم. محمد صلاح زاد شويه لانه لعب نهائي تشامبيونز ليج يوم واحد، حوالي 8 ايام او 9 ايام زياده شويه، 10 ايام زياده عنهم. لما رجعوا يا سيف قعدوا 15 يوم، اقل واحد فيهم قعد 15 يوم بعيد عن الكوره، اللي راح الساحل واللي راح اتفسح في اوروبا واللي راح جونه واللي هنا، يعني الدنيا. وده وضع طبيعي ولازم اللعيبه تاخد هذا الكلام، وخلي بالك الكلام ده بيبقى من ناديهم، بيبقى النادي مديله برنامج هيمشي عليه في اجازته. ال 15 يوم دول لاي لاعب بعد نهايه اي موسم بيحتاج لفتره اعداد. ده علميا بقى، انا بتكلم علم، ما بتكلمش انا دلوقتي كمدرب وخبرات والكلام الاونطه ده كله، انا بكلمك كعلم. ان انت بتاخد من اي موسم، نهايه اي موسم من 15 ل 20 يوم بتعتبر راحه سلبيه خالص، ده بيحتاج فتره اعداد. فانت علشان تيجي تجيب محمد صلاح وتجيب النني وتجيب فورمه حجازي وتجيب فورمه احمد المحمدي وتجيب فورمه غزال وتجيب فورمه تريزيجيه وتجيب بعيني تريزيجيه يعني خارج شويه لان سنه صغير شويه، فانت بتتكلم في صعوبه شديده جدا في انك انت توجد فورمه اللعيبه دي. إيه؟ كل الفرق كده. انا معاك كل الفرق كده، مش لا، بس انت بتتكلم في فرق يعني عندها مخزون بدني، القوة الجسمانيه والقوة البدنيه في البلاد الافريقيه سيف مختلف عنك. انت بتشوف تريزيجيه عامل قد ايه، زي قد ايه صلاح، قد ايه النني، هتلاقي مثلا المحمدي يمكن شويه بس السن برضه متقدم شويه، فده محتاج فتره اداء. انا بكلمك عن منتخب مصر، عشان كده الاداء بيهبط في الشوط الثاني. ليه؟ ده مش عيب في اللعيبه او عيب في التكتيك او عيب في اي شيء، هو نقص او محتاجين فتره اعداد ثانيه علشان يخشوا فورمه رياضيه ثاني. ده محتاج، ده هتلاقي في تقدم في المستوى في الماتشات اللي جايه. خلي بالك يعني النهارده مثلا تريزيجيه لغايه الدقيقه كام؟ حاجه و80 حاجه و70 تغير في الدقيقه حاجه و70، هو كده ما يقدرش تريزيجيه يشتغل اكتر من 60 65 70 دقيقه بالكتير، وزيه صلاح خلي بالك، وزيه النني، وزيه حجازي. فبتلاقي الاداء بتاع اللعيبه بيقل بشكل كبير جدا جدا، وبالتالي الفرقه الثانيه بتقدر تخش وبتقدر تعمل لك مشاكل في اخر ربع ساعه ثلث ساعه. الناس بتستغرب ليه الاداء بينزل، هو ده السبب.